أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الاقتصاد والحياة. لم تهدأ الهزات المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، إذ شهدت الأيام السابقة تعثرا وإفلاسات متتالية لثلاثة مصارف ذات مكانة في المنظومة المصرفية الدولية. حتى الآن البنوك العربية لا تزال متماسكة، إلا أن المخاوف من انتقال العدوى إليها أيضا لا زالت قائمة في ظل الترابط المصرفي العالمي من جهة، والهشاشة التي تنخر في السياسات النقدية في عدد من الدول العربية من جهة أخرى. وبين الخوف والطمأنة تتزايد الدعوات لزيادة الإجراءات الرقابية والتنظيمية من أجل المحافظة على شعور الأمن لدى المتعاملين لدى النظام المصرفي. فكيف ستؤثر هذه الردات الاقتصادية على العالم، وما هو حجم تأثيرها على الشرق الأوسط وبالقلب منه العالم العربي وتركيا؟ حول هذا الموضوع فإلى هذه الحلقة الجديدة من الاقتصاد والحياة مشاهدنا الكرام، أهلا وسهلا بكم.